بمستواكم النهارده بحس ان في رد على ملفين كانا اثيرا في الفتره اللي فاتت. النقطه الاولانيه هي فكره علاقتكم بالاهلي، وكمان لما انت قلت في نهايه الموسم اللي فات لما اتسالت قلت على فكره انا اهلاوي لكني بشتغل في نادي ارجو لي النجاح ويبقى مهمتي الاساسيه انجاحه. اكيد النقطتين دولت اثروا جدل كبير قوي ساعتها، تصريحك ده وموقف قصه اللعيبه والانتقالات وفكره الزمالك والاهلي والسياسه اللي حكيت لي عنها بتاعه سيراميك كليوباترا. اعتقد بماتش زي النهارده بالمستوى اللي قدمتوه باحراج الكبار اللي بيحصل، انتوا بتبينوا ان سياساتكم حاجه، علاقتكم بالانديه حاجه، وطموحاتكم حاجه، ورغباتكم في ان انتوا تنجحوا حاجه تانيه خالص. حقيقة هني كويس جدا ان انت اثرت النقطة دي، لان انا يمكن طلعت معاك في مداخلة واتكلمت فيها واكدت عليها ان احنا علاقتنا بجميع الاندية هي على مسافة واحدة، وعلاقتنا جيدة جدا جدا بكل الاندية الموجودة في مصر، وخاصة الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني دايما بيبقى في تعاون ما بيننا ودايما، بس ممكن الجمهور احيانا او في ناس او بعض الناس بتحاول ان هي تاخد الجمهور لسكة ممكن تستفيد هي منها، الله اعلم ازاي. لكن اللي انا شايفه ان النهاردة في الملعب رد على كل المشككين اللي موجودين ان احنا لا بنلعب قدام الاهلي زي ما بنلعب قدام الزمالك زي ما بنلعب قدام بيراميدز. ويمكن انا وانا كنت معاك قبل كده فصصت لك الموضوع واحدة واحدة ازاي علاقتنا بالناس كلها زي بعض بالظبط، مفيش اي فرق خالص. اللي اثير حته ان صفقات بتروح لبيراميدز الفرق تانية ما بتروحش للزمالك، اعتقد الناس العاقله هتفكر بمنطقيه هتقول يعني انا نفس الغرض او نفس الموضوع يمكن اتكلمنا فيه قبل كده، النادي الاهلي اتكلم فيه لما رفضنا او كنا محمد بسام واحمد رمضان بيكهام الموسم اللي فات ما انتقلوش للاهلي، الموسم ده صديق جولا وبيكهام وقلاوه ما راحوش الزمالك. انا يا جماعه بشتغل دايما وادارتنا بتشتغل دايما على مصلحه الفرقه. تمام. وفي مثل كده بيقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. يحرم على الجامع، مظبوط صح. فبالتالي احنا لا يعني احنا دايما على مسافه واحده جميع من جميع الانديه الحقيقه. وفكره بقى ان انا اهلاوي او زملكاوي او اكيد اي يعني كلنا مصر كلها والدول العربيه بالكامل عندنا انتماءات، ولكن الولاء الاول والاخير هو العملك لعملك والاكل عيشك. واعتقد ده بيبقى ظاهر وواضح جدا جدا في كل حاجه، في خطواتكم وفي انفعالاتكم كمان سواء قبل او خلال او بعد المباريات. الحقيقه الحمد لله احنا ماشيين بخطوات جيده، نتمتع باستقرار، استقرار اداري، استقرار فني. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان ده يعني نشوف نتيجته خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. معتز من حقكم ان انتوا تفتخروا وتزعلوا، لكن تفتخروا وتبنوا على اللي حاصل. رجلكم خلاص خدت على الامارات، فاشوف بقى ايه اللي هيحصل في كاس الرابطه بطولتكم المفضله، او يمكن الدوري او الكاس يكون وسيلتكم للعوده هنا للامارات السنه اللي جايه كمان. ان شاء الله باذن الله نتمنى نبقى موجودين تاني تالت ان شاء الله باذن الله. و رغم حزني على النتيجة النهاردة لكن فخور باللعيبة اللي موجودة بأدائهم، بزعلهم حتى بعد المباراة بحزنهم الشديد ان هم كانوا يستحقوا فعلا المكسب النهاردة، لكن بقول الحزن والزعل هنطلعه في التمرين وهنطلعه في الشغل وهنطلعه في ان احنا ان شاء الله نأكد ده في مباراة الثالث والرابع ونأكد ده في الدوري ان شاء الله بإذن الله. مين بطل السوبر؟ توقعك، مجرد توقع، يوم الخميس احمر ولا ابيض؟ في ظل مستوى الاثنين اللي شفتهم النهارده اللي هو الناس شايفه انه المستويين ما كانوش مقنعين، ولا الزمالك ولا الاهلي، توقعك مين يكسب البطوله؟ توقعي ضربات جزاء. ضربات جزاء، ضربات الحظ لصالح لا سعيد دي حظ بقى يعني ساعتها مش حظ قوي يعني... ما بيبان ان في فرق جاهزه مستعده مركزه دقيقه فبتكسب. ايوه مش عارف الحقيقة. يلا هنختم بعد الجملة دي على طول بنطلع فاصل. الزمالك. الزمالك، توقعك الزمالك بطل السوبر. هنشوف وهنتكلم في القصة دي بعد الفاصل. بشكرك جدا. شكرا. معتز البطاوي المدير الرياضي المتألق للفريق المتألق سيراميك كليوباترا، ونراك في مباراة الثالث والرابع. شكرا هاني. شكرا لك. شكرا على اللقاء الجميل ده وعلى قناتنا وبيتنا صدى البلد، ونتمنى لها دايما
يعني طول الوقت ان احنا بنحب نتفرج عليها ونشوفها حقيقي. وبنشوف برنامجك يا هاني، وبالتوفيق ان شاء الله ليك. ربنا يوفقكم باذن الله، وسلامنا لكل الفرق. الله يسلمك.